السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على رفع اليقظة القتالية وإعادة الاعتبار لقوات الدفاع الساحلي. قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة بمديرية حيران وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة. مسيرة نسائية في الجوف للتنديد بجرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النساء والأطفال. استهل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي على أهمية رفع اليقظة والتعزيز المتواصل للجاهزية القتالية والعسكرية لمختلف قطاعات ووحدات القوات المسلحة لتأدية مهامها وواجباتها المناطة بها في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثية. وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبد الله سالم النخعي على أهمية إعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال إعادة بنائها وتجهيزها وتأهيل كوادرها ومنتسبيها والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة. إلى ذلك أوضح رئيس الجمهورية أهمية تعزيز جهود المقاومة في مختلف مناطق إقليم تهامة لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أدواته من الميليشيات الحوثية الإيرانية. أكد رئيس الجمهورية أثناء لقائه اليوم محافظ المحويت الدكتور صالح سميع تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني في هزيمة الانقلاب وبناء مشروع اليمن الاتحادي الجديد الذي أجمع عليه وتوافق عليه شعبنا اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني ومشروع دستور الدولة الاتحادية. تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير عدد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الإرهاب الحوثية في مديرية حيران شمالي محافظة حجة. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة يوم أمس ضد الميليشيات، تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية الجعدة وقرية الحراملة التابعتين لمديرية حيران، إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرب. وأضاف المصدر بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات القتالية، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر 10 من عناصر الميليشيا الحوثية معظمهم من الأطفال. شنت قوات الشرعية في الساحل الغربي مسنودة بقوات التحالف العربي هجوماً على ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي السويق والمغرس. وقالت مصادر عسكرية لمراسل قناة سهيل إن وحدات من ألوية العمالقة تشن هجوما كبيرا منذ ظهر اليوم الأحد لاستعادة هذه المناطق، والتي سيضع تحريرها حدا للقصف الهمجي التي تشنها ميليشيا الإرهاب الحوثية من هذه المناطق التي تتميز بكثافة المزارع والنخيل فيها، كما يسهم تحرير هذه المناطق الزراعية في إطباق الخناق على ميليشيا الحوثي داخل مدينة زبيد التاريخية. تتضاعف الخسائر التي يدفعها المدنيون في محافظة الحديدة جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف أرجاء الساحل التهامي، إضافة إلى استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق الآهلة بالسكان بمختلف أنواع القذائف والصواريخ. مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي والتفاصيل.
الدمار هو ما كانت ولا تزال تخبئه ميليشيات الحوث لأبناء تهامة، والقصاص منها عدالة يجب أن تشترك فيها كل الجهات التي تجرم قتل المدنيين. تتعدد مشاهد الموت بهيئة أسلحة كانت تخزنها الميليشيات لارتكاب جرائمها بحق المواطن في تهامة. أما ما تم تسلم، انظر إلى وضع العبوات كل مكان. تكشف المأساة عن حجم الحقد الأسود الذي يعرش في عقول مشاريع الموت. والله جابوا لغم عارهم على معدة الطريق، هذا لا يجوز. ألغام كثيفة ومتفجرات بأشكال متنوعة، والقاتل بها واحد، إنهم الحوثيون. إذن زرعوا موتا يهدد سكان الحديدة لأجيال قادمة. وهم الآن يختبون وراء الأطفال والمدنيين، ونقول لهم إنكم إحنا بعدكم بعدكم. سيطرت قوات العمالقة والمقاومة التهامية مسنودة بقوات التحالف العربي على كميات هائلة ومتعددة من أسلحة الموت. انتزع الجيش عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الصحاري والقفار وفي طرقات الصيادين والمزارعين وفي الخطوط الرئيسية وفي البطار والشوارع والعمارات والمؤسسات الحكومية. والكارثة الكبرى، فخخت الميليشيات ميناء الحديدة. تقول إحصائيات بأن الميليشيات قتلت بالألغام زهاء 270 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء. هذا التقرير بلاغ للمنظمات الدولية وللأمم المتحدة التي تجرم زراعة الألغام وتعتبرها جريمة حرب بحق الإنسانية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. قال سكان محليون في مديرية الدريهم جنوب مدينة الحديدة بأن قوات التحالف العربي قامت بإنزال مظلي لمواد إغاثية وغذائية في مناطق وقرى غرب مركز المديرية في مناطق قطبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية، وهي مناطق اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي، حيث لا يزال الأهالي عالقين داخل منازلهم. وقال مواطنون بأن ميليشيا الحوثي اقتحمت منازل المواطنين التي نزلت فيها معونات غذائية من الجو وصادروها وحرمت الأهالي منها. شنت مقاتلات التحالف العربي مساء أمس عدة غارات استهدفت مركز عمليات تابع للميليشيا الحوثية في صرواح بمحافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني بأن مقاتلة التحالف العربي استهدفت مركز عمليات الميليشيا الانقلابية غرب صرواح بمحافظة مأرب. وأوضح المركز بأن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة. تمتاز جبهة القبيطة بأهميتها الاستراتيجية وموقعها الحيوي بالنسبة لعدن ولحج وتعز وقاعدة العند، ميزة تجعلها في بؤرة الصراع بين الشرعية وميليشيا التمرد والإرهاب. وبفضل قوة وعزيمة رجال الجيش الوطني تم تجاوز الكثير من التحديات وتطوي الصعاب. نتابع. نحن الآن في جبهة القبيطة وتحديدا في نقيل ثوقان، هذه الجبهة التابعة لمحافظة لحج، ونستطيع أن نقول أنها سقف إقليم عدن والحامية لمنطقة العند ومحافظة لحج وبوابة محافظة تعز أيضا. معنا الآن العميد القائد حسن سالم، قائد جبهة القبيطة، والذي سيحدثنا عن أهمية هذه الجبهة والمشاكل التي يتعرضون لها وما الحلول، وسنتطرق معه للعديد من الأمور. القبيطة هي تعتبر البوابة بين لحج وتعز، وتقع على السلسلة الجبلية من يسار كرش إلى يمين طور الباحة. هذه السلسلة الممتدة والسلسلة العالية التي تربط بين لحج أو بين المحافظات المحررة ومحافظة تعز، عبارة عن سلسلة جبلية من جبال المداكشة، جبل الياس، وصولا إلى جبل النبي شعيب. تتمتع جبهة القبيطة بأهمية كبيرة كونها تربط زي ما قلت لك بين كرش وطور الباحة. المساحة هذه مساحة شاسعة والجبال عالية، تطل على منطقة العند، تطل على منطقة علصان، طور الباحة، الفرشة، المناطق هذه كلها تطل على جبهة القبيطة، وهي تعتبر الحامية في هذه المناطق. الحامية في هذه المناطق لأنه السيطرة على جبال القبيطة وبالذات الجبال المشرفة
سيطرها خطيرة جدا بتكون على المناطق المحررة، وقد يستخدمها العدو أيضا لإطلاق قواعد صواريخ، قد يستخدم القواعد الصواريخ قد تؤثر الصواريخ بشكل كبير يعني على المناطق المحررة وبالذات قاعدة العمد. جبهة القبيطة جبهة تشكلت من بداية بمجهود ذاتي، وأيضا بعد فترة من الفترات تبناها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة التحالف في عدن تبنوا هذه الجبهة وقدموا لها الدعم بحسب الموجود بحسب الإمكانيات، وأيضا أبناء المنطقة هم الذين قاموا بالأعمال هذه بوسائلهم البدائية. نحن بدأنا بالبندق الشيكي العادي والجرمل والكندا والبنادق القديمة اللي كانوا يملكوها الآباء والأجداد. الآن وضعنا أفضل شوية مما كان عليه في البداية، ولكن زي ما قلت لك الضغط العدو توجه العدو باتجاه المناطق هذه الجبلية أيضا يسبب لنا نحن مشاكل ويسبب لنا ضغط غير عادي في المنطقة. حركة الوصول، توصيل المواد، توصيل الغذاء، توصيل الماء، توصيل هذا إلى المواقع أيضا يسبب لنا إحراجات ويسبب لنا مشاكل كبيرة بسبب وعورة الطريق. كل المسافات أنت الآن لو تتحرك إلى جبل الحمام تشتي ساعتين مشي رجل عشان توصل جبل الحمام، ولازم تجلس في الطريق هذه أكثر من 5 إلى 6 مرات عشان توصل. أيضا توصل السنترال، توصل الحلاجيم، توصل المناطق الكبيرة، فكلها عبارة عن مشي رجل. في مناطق الآن إحنا وصلنا لها مثلا جبل جالس، جبل جالس العدو عشان يعزز في جبل جالس يحتاج 5 دقائق، أنا عشان أعزز لجبل جالس أحتاج 3 ساعات لأنه كلها رجل. الطريق هذه الوحيدة اللي تم فيها الآن هي الموجودة فقط لا غير، يعني ما فيش غيرها. نقل أسلحتنا الثقيلة تسبب أيضا تأخير في نقل الأسلحة الثقيلة عشان تحت الموقع أنت تشتي تعززه تشتي فترة عشان تعززه. العدو سريع التعزيز، سريع التعزيز بسبب سهولة الطرق، عندك الزفلت وعندك كذا وعندك كذا وقريب الراهدة أيضا. المعنويات معنويات عالية. نحن في الفترة الأخيرة قمنا يمكن ب 15 هجوم، 15 هجوم ما فيش هجوم واحد منهم انكسر ولا هجوم راحت فيه خسائر، برغم ان انت عارفين انه الهجوم بالذات المهاجم يخسر ثلثين ما يخسره المدافع، ولكن يحصل العكس، يحصل العكس. فقط من احنا مشكلتنا انه الافراد اللي نهجم بهم هم انفسهم اللي نغطي بهم، وهذا عائق كبير بالنسبه لنا، لانه الفرد طبعا لما يهجم في بعض الاوقات يمشي من الساعه 9 في الليل لما يصل الكوكب الساعه حوالي 5 الصباح 4 الصباح رجل. المطلوب من الشرعيه هو تعزيزنا بقوه بشريه اكبر، تعزيزنا بقوة بشريعة أكبر لكي نتمكن من تغطية جميع المواقع. نحن بعض الأوقات نحتل جبل واحد لكن الجبل هذا يتفرع إلى 20-25 تبة ولازم نغطيها. الشرعية أيضا مطالبين بدعمنا أيضا بوسائل المواصلات وبالذات الخفيفة مثل الموترات، حتى على الأقل الموترات التي تقدر تنقل بها بشكل سريع، لأنه في الطرق ما تصلش فيها السيارة، ما تصلش فيها السيارة نهائيا. الدبابة مثلا على مسافة بعيدة ما تقدرش تقدم بها عشان تهاجم بها، والمهاجمة بها في خط واحد ما تقدرش تتحرك به. أيضا الأسلحة لابد من أسلحة خفيفة متوسطة، الأسلحة المتوسطة عندنا قليلة يعني مش ما تكفيش، ولكن فوق هذا كله ما زلنا محافظين، ما زلنا محافظين ونتقدم أيضا يومين بعد يوم. شكرا كثيرا يا فندم. أشكركم طبعا. أشكركم وأشكر تحملكم همومنا ومشاكلنا وتحملكم أيضا وتحمل وصولكم إلى المنطقة هذه، لأن المنطقة هذه فعلا منطقة نائية. إذا مشاهدينا الكرام تستمد جبهة القبيطة أهميتها من موقعها الاستراتيجي الذي تتمتع به، وكانت الميليشيات تظن أنها ستستولي على هذه المنطقة بسهولة، إلا أن رجال المنطقة ثبتوا وصمدوا ودحروها ومستعدون كذلك بحسب ما رأينا بأنفسنا خلال 3 أيام من الجلوس معهم لإخراج الميليشيات من المديرية نهائيا إذا ما توفر لهم الدعم الذي يطلبوه. محمد يوسف لقناة سهيل، مديرية القبيطة، محافظة لحج. قام الوفد الإعلامي برئاسة وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني وبحضور مدير عام قناة سهيل الدكتور محمد زبارة وعدد من الإعلاميين بزيارة لجبهات القتال في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، حيث كان في استقبالهم محافظ محافظة البيضاء ناصر السوادي وقائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اللواء ركن مفرح بحيبح، وقائد اللواء 19 مشاة العميد ركن علي الكليبي، وعدد من قادة الوحدات العسكرية. هذا واطلع الوفد الإعلامي على حجم الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني، ومن جهة أشاد وزير الإعلام بما أحرزه الأبطال في ميادين القتال
من انتصارات كبيرة. الحقيقة شاهدنا انتصارات كبيرة وعظيمة جدا في مختلف الجبهات، وشفنا معنويات عالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ومن هذا المكان ندعو الشيوخ أو المشايخ والأعيان والعقال والمواطنين إلى سرعة الانضمام إلى صفوف الشرعية. الشرعية هي الضامن الحقيقي لحياة كريمة لكل اليمنيين. الميليشيا الحوثية لم تأتي لنا إلا بالدمار والخراب والقتل والتهجير. على الجميع أن يسارعوا في الانضمام إلى صفوف الشرعية، وحقيقة يعني فرحة كبيرة وفرحة عارمة. نحن يعني القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الآن تبعد 30 كيلو عن الطريق الدولي الذي يربط بين صنعاء وتعز وعدن. تقدمات كبيرة وانتصارات كبيرة جدا حققها أبطال الجيش الوطني. التحية لهم والتحية لكم الذين تشاركون في إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية. وأسأل الله التوفيق والنجاح، وأن نحتفل معا برفع العلم الجمهوري بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي في أعلى قمة من جبال مران، وأن نحتفل أيضا بالنصر في صنعاء. أكثر من 17 إعلامي من إعلامية اليمن ومن عدد المؤسسات الذين وصلوا لمشاهدة الجبهات والاطلاع عليها تحت شعار الإعلام والجيش في معركة واحدة. هؤلاء يعني يريدوا أن ينقلوا رسالة للرأي العام محليا عربيا دوليا عن حجم الانتصارات، الأماكن التي محررة كيف هي مستقرة. نعطي انطباعا إيجابيا للرأي الدولي الذي كلما تقدمت الجبهات وكلما حققت انتصارات يبدي تخوفا من بعض الحديث عن موضوع تخوف عن الجوانب الإنسانية وغير الإنسانية. أيضا الشيء الجميل أنه نشاهد ونتابع ونرصد الملحمة الجميلة التي يسطرها الجيش الوطني في مسألة الصمود والثبات والتضحية. نحن الآن في مديرية الملاجم، وقريبا إن شاء الله تتحرر محافظة البيضاء بشكل كامل. كل يوم يتقدم الأبطال، ما أنجزوا خلال الأيام الماضية شيء لا يستحق أن نقبل التراب التي يمشون عليها. سلسلة جبلية وعرة ومناطق خلال أيام تم إسقاطها. أوجه رسالة أخرى إلى جميع الأطراف السياسية، والذي أنا أنتمي طبعا إلى المؤتمر الشعبي العام، وشرف كبير جدا لي أن أكون على قناتكم هذه، القناة التي أثبتت وطنيتها طوال الفترة الماضية. أوجه رسالة لجميع الأطراف وإلى قواعد المؤتمر الشعبي العام وشباب المؤتمر الشعبي العام، لنقف يد واحدة ونضع أيدينا بأيدي بعض لاستعادة وطننا، لاستعادة بلدنا. لا يوجد لدينا عدو الآن إلا هذه الجماعة ومشروعها الخبيث الذي جاء من خارج حدود اليمن ولا ينتمي إلى هذه الأرض. أحيانا اللغة تعجز أن تعبر عما يختلج في النفس من مشاعر العزة والكرامة. نحن زرنا عدة جبهات، وهذه جبهة الملاجم في البيضاء التي تم تحريرها خلال ساعات. فإن دل على شيء فإنما يدل على عزيمة الرجال الذين جاءوا من أجل مشروع الحياة في مواجهة مشروع الموت. نحن أتينا لننعم تحت ظل حياة مدنية عادلة تتمها العدل والسلام، ولذلك على كل مواطن يسمع هذه الكلمات أن يحرص أن يقف صفا واحدا مع جيش الشرعية لتحرير اليمن. معنا نرحب بكم، نرحب بالأخ وزير الإعلام معمر الأرياني والأخ محافظ البيضاء وكل الوفد الإعلامي الموجود هنا. فانطباعتنا جيدة لا تقاس بوجودكم وبكل ما حققوه الأبطال في هذه المنطقة. أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات الحوثية على موقع جماش شمال غرب مريس بالضالع. نتابع. حينما يتحدث الكثير عن مريس لا ينسوا أن يتحدثوا عن موقع يعيس. موقع يعيس هو رأس حربة هذه الجبهة المشتعلة، ويعد أهم المواقع الاستراتيجية
في محافظة الضالع بل وفي إقليم عدن بشكل كامل. هنا يتمركز أبطال الجيش الوطني وفي السلسلة الجبلية التي تمتد من مواقع سطاح والجلبوع والقهرة ووينان إلى المناطق المحاذية لمعسكر الصدرين. هذه السلسلة الجبلية التي تظهر الآن في الصورة هي حاجز صد لميليشيات الحوثي التي تحاول التقدم إلى إقليم عدن وإلى العاصمة أو عبر البوابة الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن. هنا في هذا الموقع قتل العشرات من ميليشيات الحوثي، بل ويقول مراقبين عسكريين بأن يعيس من أكثر المناطق التي استنزفت الميليشيات الحوثية بعد تعز والبيضاء. هناك أيضا في الجهة الغربية جبهة مشتعلة أخرى ذات علاقة بهذه الجبهة ويتابع لجبهة مريس المحور الغربي، حيث تتمركز الميليشيات كما هو واضح في الصورة هنا في جبل ناصة، ولكن عجزت خلال 3 سنوات أن تتقدم عبر هذا الجبل رغم أهميته وموقعه الاستراتيجي في هذه الجبهة المشتعلة. إذن هذا المكان ذات أهمية كبرى، ورجال الجيش الوطني يستميتون في الدفاع عن المنطقة كما تستميت في المقابل ميليشيات الحوثي بالتقدم عبر هذا المكان، ولكنها تبوء بالفشل وتلاقي حتفها في أكثر من هجوم. فوزي المريسي، قناة سويل، محافظة الضالع. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اهتمام القيادة السياسية بالمغتربين اليمنيين وسعيها المستمر لوضع حد لمختلف مشكلاتهم وهمومهم. واطلع الأحمر خلال لقائه نائب رئيس شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل على الجهود المبذولة لليمنيين في دول الاغتراب. شدد نائب رئيس على مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة، مشيدا بالتسهيلات التي منحتها الكثير من الدول للمقيمين اليمنيين تقديرا للظروف الحالية التي تعيشها بلادنا. بحث رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر اليوم مع المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث والفريق المرافق له أفاق عملية السلام ووجهات النظر إزاء الوضع في مدينة الحديدة. وأشاد رئيس الوزراء بمساعي جريفيث لتحقيق السلام المرتكز على المرجعية الثلاث، وسلمه ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة والتي سبق وأن وضعها أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومة في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة، وذلك من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين في السجون الحوثية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظة البلاد. وقال رئيس الوزراء إن انقلاب الميليشيا الحوثية هو سبب الأزمة الحالية في اليمن، واضحة وأن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام المرتكز على المرجعية الثلاث وهو الضامن للسلام الدائم والشامل. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتوجب على الأمم المتحدة رفض الانقلاب في اليمن، ما لم فإنها ستضطر للتعامل مع أي عملية انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في أي مكان آخر في العالم. إلى ذلك، أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بجهود الحكومة في دعم عملية السلام ونواياها الصادقة نحو التوصل إلى حل سياسي انطلاقا من مسؤولياتها تجاه اليمني والشعب اليمني، وأعرب عن ارتياحه للأفكار التي طرحها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على صعيد التوصل إلى استئناف مفاوضات السلام. وقال إن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام، بالإضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين. أصيب نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب أبو مشعل الكاظمي في وقت متأخر من مساء أمس خلال قيامه بمهمة أمنية رسمية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال موقع وزارة الداخلية أن مطلوبا أمنيا ألقى قنبلة يدوية كانت بحوزته صوب العقيد أبو مشعل الكاظمي
الذي كان يقود عملية مداهمة أمنية للقبض على عصابة خارجة عن القانون والنظام في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن إصابة أبو مشعل وتم نقله إلى المستشفى إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. أكد موقع الداخلية نقلا عن مصدر أمني القبض على المطلوب الأمني وإيداعه سجن قوات الأمن الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته للعدالة، فيما فر أربعة آخرون كانوا معه إلى جهة مجهولة ويجري ملاحقتهم للقبض عليهم. وأكد المصدر إن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسكينة المجتمع، وستواصل أداء واجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه. جددت وزارة الأوقاف والإرشاد إدانتها للجرائم الإرهابية النكراء التي تطال أئمة وخطباء المساجد، ودعت الوزارة في بيان إلى وقفة حازمة وصارمة من كافة المعنيين في حفظ أمن وسلامة المواطنين. وطالبت وزارة الأوقاف الجهات الأمنية المختصة في مدينة عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة مساجد ودعاة وعلماء مدينة عدن من اغتيالات متكررة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الأمارة بالإجرام وارتكاب المزيد من الجرائم وكبح جماح العنف الذي لم يعد يتورع عن ممارسة أبشع وأقسى أنواع الإرهاب والتطرف والقتل واستهداف الأبرياء الآمنين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة تهدف لإبقاء مدينة عدن مظلمة وفارغة من وجود العلماء والدعاة والمصلحين المشهود لهم بالوسطية والاعتدال. طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة بشأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد الإجباري لأطفال اليمن، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف ورؤساء البرلمانات الإقليمية، البرلمان الأوروبي وبرلمان عموم إفريقيا وبرلمان دول أمريكا اللاتينية والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، استنادا إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018 بشأن تجنيد ميليشيا الإرهاب الحوثية للأطفال في اليمن. شهدت محافظة الجوف اليوم مسيرة حاشدة نسائية جابت شوارع مدينة الحزم للتنديد بجرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية واستمرارها في قتل النساء والأطفال وترويع الآمنين وإقلاق السكينة العامة. نتابع. في مسيرة تعد هي الأولى من نوعها في محافظة الجوف، خرجنا المئات من نساء المحافظة في مسيرة احتجاجية تنديدا بجرائم الميليشيا الحوثية بحق المدنيين، والتي تتواصل في ظل صمت وتجاهل أممي وحقوقي من قبل المنظمات الحقوقية العالمية، انتهاكات مختلفة تطال المدنيين من قبل جماعة الحوثي، تقابلها تصعيدات احتجاجية مطالبة بسرعة اتخاذ موقف يجرم هذه الأعمال التي أسموها بالجبانة. نحن خرجنا اليوم في مسيرة جماعية ووقفة احتجاجية ضد ميليشيا الانقلاب وما تقوم به من استهداف للمدنيين الأبرياء والمواطنين العزل، فنحن خرجنا هنا مساندة لأخواننا الضحايا وذوي الضحايا، فنطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة جرائم الحوثي وتصنيف هذه الجماعة إلى جماعة إرهابية. في موقف شد انتباه عدسة الكاميرا أثناء المسيرة الاحتجاجية
وجود طفلتان بريئتان تبكيان على فقدان زميلتهما التي كانت ضحية المقذوف الحوثي الأخير الذي حصد أرواح 5 مدنيين في حفل زفاف داخل مدينة الحزم، فيما الطفلة الأخرى تشارك في المسيرة بلا حذاء كي تظهر جرحها أمام عدسات الإعلام. هذه المشاهد تبدو هي أكبر رسالة للمجتمع الدولي الصامت والمتقاعس. كما نطالب الجهات الرسمية والحزبية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتضامن مع ذوي الضحايا وإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على الأضرار الناجمة عن خلايا تخريب الحوثي ومدى الأضرار النفسية والمادية التي خلفتها هذه الفئة. على مدار 3 سنوات والمقذوفات الحوثية تتساقط على رؤوس الأطفال والنساء في المناطق المحررة، ناهيك عما تحصده الألغام من أرواح الأبرياء في الطرقات العامة، وهو ما جعل المسيرة تطالب الجيش الوطني والتحالف العربي إلى سرعة تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وتأمينها من اعتداءات الحوثيين. باسمي واسم أطفال اليمن أناشد العالم أجمع بمنظماته الحقوقية، أناشد الأمم المتحدة، أناشد كل الأحرار في العالم، لماذا يصمتون أمام هؤلاء الطقاة البقاة الذين قتلوا البراءة، براءة الطفولة، وما ذنبنا؟ ماذا فعلنا؟ لنقتل، لنشرد، لنخرج من المدارس، إننا نريد أن نعيش مثل أطفال العالم. أنشطة وفعاليات مختلفة شهدتها محافظة الجوف مؤخرا تنديدا بجرائم جماعة الحوثي، فيما تتوالى الدعوات لتنفيذ أنشطة أخرى لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين في توقيف استهداف المدنيين. لن نهدأ حتى تهدأ الميليشيات الانقلابية عن استهداف المدنيين سواء بالمقذوفات الجوية أو بالألغام، هكذا هو حال لسان المتظاهرات في هذه المحافظة يطرقون أبواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي علهم يجدون استجابة. صالح مبخوت، لقناة سهيل، محافظة الجوف. نشرتنا مستمرة وفيها مجلة لنساء حضرموت ومركز صيفي لطالبات مأرب. بطولتان لكرة القدم في محافظتي شبوة والمهرة. عقدت رابطة أسر الشهداء مؤتمرا صحفيا للتذكير بقضية عدد من أبطال الجيش الوطني والأمن الذين استشهدوا جراء توقف الحملات الأمنية حيث تعرضوا للاختطاف والإعدام والدفن بشكل سري. وطالبت رابطة أسر الشهداء الحكومة والسلطات المحلية والأمنية متابعة قضيتهم والكشف عن الجناه. نتابع. رابطة أسر الشهداء بمحافظة تعز عقدت مؤتمراً صحفياً لأسر ضحايا تداعيات توقف الحملة الأمنية والذين اكتشفت جثثهم بعد فترة من دفنها بمقبرة وادي المدام. نناشد كل الأحرار والأحرار والحرائر في المحافظة، في محافظة تعز خاصة وفي كل محافظات الجمهورية عامة ولكل أحرار العالم بالتضامن معنا، فقضيتنا قضية كل حر شريف. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى واللعنة على القتلى والمجرمين وأعوانهم المتساهلين معهم. وكانت السلطات الأمنية قد انتشلت 5 جثث في 31/5/2018 ميلادية وتم فحصها من قبل الطبيب الشرعي الذي أكد في تقريره أن الجثث أعدمت بشكل بشع وغير أخلاقي، ودفنها أيضا بشكل جماعي واستخراجها ثم دفنها بمكان آخر كتمويهم من أجل ضياع قضيتهم. إن مثل تلك الجريمة لا شك أنه يقف خلفها جماعات عنف منظمة أو عصابات خارجة عن القانون تمارس الجريمة بشكل منظم في مدينة تعز، ومثل تلك العصابات اعتبرها القانون اليمني في حكم العدو للمجتمع، نص على ذلك في القرار الجمهوري بالقانون رقم 6 لسنة 1996 بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية الذي ساوى بين العدو الخارجي والعصابات المسلحة التي تستهدف أمن وسلامة ومصالح الجمهورية والقوات المسلحة والأمن باعتبار أن من استهدفوا كانوا من أفراد القوات المسلحة. إذن لا تريد أسر الشهداء المغدور بهم لقضية أقاربهم أن تضيع،
ويريدون أيضا من قبل السلطات الأمنية والقضائية أن تكاشف الناس عما توصلوا إليه، ويريدون القبض على الجناة الذين ما زالوا متواجدين ويتحركون بحرية كاملة بحسب قولهم، ويقولون أيضا بأنهم لن يتركوا قضيتهم وإن تواطأت الجهات الرسمية. دشن في مدينة سيئون اليوم البرنامج الصيفي الطلابي الأول، وذلك بمبنى ثانوية سيئون النموذجية للبنات، والذي سيستمر للفترة من 21 من يوليو إلى 16 من أغسطس 2018. وفي حفل التدشين قال مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت الدكتور محمد أحمد فلهوم إن هذه المراكز التعليمية الصيفية ستكسب الطلاب العديد من المهارات المختلفة، إضافة إلى حفظ أوقاتهم بما هو نافع ومفيد لهم، وتهيئتهم للعام الدراسي القادم ليكونوا ذا قدرة وأكثر تفوقا في مسيرتهم التعليمية. من جهته أوضح المدير التنفيذي للبرنامج سالم السبايا إن البرنامج سيركز على صقل المهارات والقدرات المختلفة للطالب بأساليب تطبيقية نوعية حديثة تواكب العصر الحديث في الدول المتقدمة. وأشار السبايا إلى أن البرنامج سيعطى أو سيعطي أهمية كبرى للتطبيق العملي لكل مادة من خلال مختبرات مهيئة متكاملة تتوفر فيها كل أدوات ومعدات السلامة. في بادرة مجتمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة المجتمع ونشر القراءة بين فتيات المجتمع، أسست في مدينة سيئون بحضرموت مجلة أساور النسائية التوعوية الثقافية، والتي تهتم بنشر إبداعاتها ومواهبها. المزيد في سياق التقرير التالي. مبادرة توعية مجتمعية يقمن بها هؤلاء البنات بإعداد مجلة توعوية ثقافية تعنى بالجانب النسائي، وهن يسهمن في المجتمع بأهمية القراءة وغرس حب الاطلاع في وقت عزف فيه الكثير عن القراءة ومطالعة الكتب، ويهدفن من خلال ذلك إلى تعزيز ثقافة المجتمع وتنويره بما هو مفيد، ويسعى في تنمية العقل والاستفادة من وسائل المعرفة. فكرة راودنا احنا وهي أننا لماذا عزف الناس عن القراءة؟ لماذا الناس أصبح بعيدين عن القراءة هذه؟ فلجئنا نحن إلى عمل هذه المجلة، وهي مجلة أساور، وقمنا بعدة اجتماعات فيها. كان هدفنا الأساسي منها هو تثقيف المرأة وعادتها إلى القراءة واستخراج مواهب النساء المدفونة. ولأن القراءة هي مصدر الوعي في المجتمع وبناء الثقافات المتنوعة، حاول القائمون على إعداد المجلة بعمل مسابقة متنوعة الأسئلة داخل مواضيعها للتشويق للقراءة وحب الاطلاع، وهو إجراء عملي لعلاج ظاهرة العزوف عن القراءة، وتكسب القارئ مهارات مختلفة. الهدف العام للمسابقة داخل المجلة هي شد الجمهور وإعادتهم إلى القراءة، بحكم أن القراءة صارت ضعيفة جدا بسبب اسمه السوشيال ميديا وما إلى ذلك. مجلة أساور هو الحلم الذي كان يراود هؤلاء الفتيات في الماضي، وأصبح اليوم حقيقة وواقعا ملموسا متجاوزا كل الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام مشروعهم الثقافي، حيث يقمن حفلا دوريا بمناسبة إصدارها لإجراء السحب على المسابقة التي بداخل تلك المجلة. طبعا هيئة التحرير تقوم بعمل احتفالات لأجل تكريم الفائزات في المسابقة الكبرى، والجوائز طبعا 3 أساور ذهب وأكثر من 30 جائزة أخرى. المجلة لاقت صدى واسعا بين القراء في حضرموت ومحافظات الجمهورية من خلال استخدام وسائل التواصل المختلفة في انتشارها وإيصالها إلى أكثر عدد من القراء. أنا من قراء مجلة أساور. مجلة أساور تعتبر المجلة اليمنية الأولى على مستوى وادي حضرموت، تهتم بقضايا المجتمع والأسرة. اللي حببني في قراءة هذه المجلة كون هذه المجلة تعالج قضايا المجتمع الساخنة. فالقراءة هي البوابة الأولى لتلقي العلوم المختلفة والمتنوعة، وهي الوسيلة الوحيدة لانتقال المعرفة، وبها تكتسب المهارات المتعددة. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون.
أقامت مؤسسة الرواد للتنمية المركز الصيفي الأول للطالبات بمدينة مأرب، ويهدف إلى إكسابهن مهارات متنوعة. نتابع. ضمن أنشطتها المجتمعية المهتمة بالمرأة والطفل، بدأت مؤسسة الرواد للتنمية المركز الصيفي للطالبات بمدينة مأرب، والذي يستمر لشهر كامل، يستهدف طالبات الثانوية والأطفال الصغار استغلالا لأوقاتهم في كل مفيد. تهدف مؤسسة الرواد التنموية إلى استقطاب أهم شريحة في المجتمع هي الطالبات والقطاع النسوي، من أجل تأهيلهن وتدريبهن وإكسابهن مهارات في الأشغال اليدوية والخياطة وصناعة البخور، كذلك تقوية في المواد العلمية والمحاضرات الدينية. تستهدف المؤسسة هذه الفئة في بناء المجتمع الحضاري الراقي المثقف الذي يعمل على بناء الوطن. تتلقى الطالبات في المركز مهارات متعددة كالخياطة والكوافير وصناعة البخور، إضافة إلى الإسعافات الأولية ودروس في التقوية لمادتي الرياضية والإنجليزي وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تساعدهن في اكتساب مهارات متنوعة. طبعا هذا المركز يستهدف 40 ما بين امرأة وربات بيت وطالبة ورياض أطفال. المركز فيه كثير من الأنشطة، كان من أهدافنا في هذا المركز أولا صقل مهارات المرأة وقدراتها وتنمية مهاراتها. وتسعى مؤسسة الرواد من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة إلى إكساب المرأة مهارات من شأنها أن تجعلها معتمدة على نفسها وتستطيع عالة أسرتها، وخاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح. ويشهد قطاع المرأة في محافظة مأرب تميزا كبيرا خلافا لمناطق الميليشيا التي عملت على انتهاك كل حقوق الإنسان بمن فيهم المرأة. خليل المليكي، مأرب. انطلقت في محافظة شبوة فعاليات بطولة شهيد الوطن أحمد علي بحاج محافظ محافظة شبوة الأسبق بدعم من وزارة الشباب والرياضة، ويمثل انطلاق البطولة الرياضية بعد توقف طويل جراء الحرب الانقلابية بادرة أمل لانتعاش الحياة الرياضية في المحافظة. مراسلنا حسن البريكي حضر مجريات المباراة الأولى وأعدلنا التقرير التالي. تظاهرة كروية هي الأولى من نوعها تحتضنها شبوة، حيث نظم نادي الطليعة الرياضي بحبان وبالتنسيق مع فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالمحافظة وبدعم من وزير الشباب والرياضة نائف البكري بطولة شهيد الوطن أحمد علي بحاج محافظ شبوة الأسبق، وذلك عرفانا لهذه الشخصية التي كان لها دور كبير في دعم الرياضة والرياضيين. يا شهيد الوطن أقل واجب تجاه الداعم الرياضي لأندية المحافظة، تقدم مشكور وزير الشباب بدعم البطولة هذا. والله كان له دور بالنسبة لنا احنا في الطليعة قبل أن أكون رئيس في الطليعة، وكل أندية شبوة كان له دعم، لكل الأندية كان إنسان رياضي بمعنى الكلمة، كان بيدعم الرياضة، ولهذا قمنا هذه البطولة تكريما له. وتضم هذه البطولة 17 ناديا من أندية المحافظة، بينها أندية مديريات بيحان الثلاث التي عانت زهاء 3 سنوات من الحصار والحرب الميليشياوية الظالمة التي عملت على تجميد الحركة الرياضية في هذه المديريات. وفي افتتاحية البطولة تغلب نادي راية نصاب على نظيره طليعة حبان بركلات الترجيح بعد خوض غمار مباراة تميز فيها الفريقين بأداء متميز وسادتها الروح الرياضية. الحمد لله توفقنا، طبعا نستفيد من الأنشطة الرياضية، يعني تخرج خارج أجواء مديريتك، تعرف على لاعبين، تكسب الخبرة من لاعبين كبار مثل منصر بحاج، مثل اللوكي، مثل لاعبين غير وغير وغير. أنت تستفيد الروح الرياضية داخل الملعب، الاحترام بين المنافسين، اللعب داخل الحماس والروح الرياضية العالية، لازم يكون هناك احترام.
وعلى الرغم من انطلاق هذه البطولة إلا أن أندية شبوة تشكو منذ 3 سنوات من انعدام الموارد المالية لها عدا ما يصلها من دعم يسير من بعض المغتربين وتجار المحافظة، وسط مطالب من قيادة الأندية لوزارة الشباب والرياضة بالمزيد من الاهتمام بالرياضة والرياضيين في شبوة، مشيرة إلى أن هذا الدوري بادرة أمل لتفعيل نشاط الرياضي في المحافظة. تشهد محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد عودة تدريجية للأنشطة الرياضية، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الميليشياوية التي شنتها على البلاد. حسن البريك لقناة سهيل من محافظة شبوة. أسرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على رفع اليقظة القتالية وإعادة الاعتبار لقوات الدفاع الساحلي. قوات الجيش تحرر مناطق جديدة بمديرية حيران وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة. مسيرة نسائية في الجوف للتنديد بجرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النساء والأطفال. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.